السلام عليكم، مساء النور والسرور يا خوتي. وانا زيد حبيت نزيد نوريكم الفيديو تاع كارولين شهرزاد. ما تكون عندكم معلومه كيما حنا عندنا معلومه عليها وبحثنا وشبنا. كارولين شهرزاد هربت وخرجت من الطاعه تاع والديها وهربت الى سويسرا. تلاقت بالشيخ هذاك يهودي، أصله يهودي 100% يهودي. قاعد حبي ندير لك الكواط نزوج بيك، ما ندير لك الكواط على السيد، لازم تدخلي في ديننا، يعني تدخل في الدين تاع اليهود. قبلت الزواج به وجابت معها طفلة تسمى بنتها، أصلها يهودي والعذيان بالله والعذيان بالله. تسمى هذه يا راهي تبردع في الجزائريات الخماج الزانيات الفاسقات اللي كما هي. علاه راحت الإنجليز وشعلت لهم شمعة؟ لأن المتابعين تاعها طلبوا لها وقالوا لها روحي الإنجليز وشعلي لنا الشمعة، ما حنا ثاني نلحقوك للهاوية. على بالك الطفلة كما هذه زانية فاسقة بنت الحرام نتبرو منها، على حسب المعلومة تاعي والديها في تيارت تبرو منها، حرمت عليها الجنة لأن جابت وحدة، جابت طفلة يهودية. فهمتوا؟ اسمعوا مليح، جبت لكم الفيديو كما نوريتوكم، وإنما هذا أحسن من لغة. شوفوا مليح، شوفوا الصورة كلش وسمعوا مليح وش يدير. تعرف كلش سكاروني، تعرف كلش التقاليد تاع اليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزيدوا يتبعوا هذوك الزانيات هذوك، لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم. شوفوا مليح يهدر، وهنا تعميد، تعميد تاع الأطفال الصغار، هذه عمروها ما ويعمدوهم، وهنا يديروا الصالات، هذاك البنك يديروا على الركابي ويبداو هكا يصلوا. وهذه هي البنات يشعلوا عليها الشمعة نويكاش حاجة هامينة، راهم كاتبين لك لاكا انكوبا اوكتاندا اتلوس. قالكم يا البنات شوفوا مليح، وراهي تقلى في الإبرو، تقرا اللهجه او اللغه اليهوديه، تقرا تعرف لها، تعرف لها سبحان الله وبحمده. ما تعرفوا بلي انها انسانه مرتده، والانسان كي يكون مرتد او انسانه تكون مرتده كي تقتلو حلال عليك سبحان الله وبحمده. شوفوا هذيك ما اعظمك يا دين الاسلام، ما اعظمك إنسانة كما هذه تقتلها حلال، روحها حلال عليك، حلال حلال. شوفوا بلا نكملوا الفيديو. تبدي الشمعة وشعلها ونوي أي حاجة. واو. ابنات نشعل لكم شمعة، اللي باغية تولد إن شاء الله تولد، واللي باغية تتزوج إن شاء الله تتزوج، واللي عندها غريب إن شاء الله بربي يرجعها لها، واللي عندها اي حاجه ربي يرجعها لها. هاني شعلت لكم شمعه يا البنات، ان شاء الله بربي اللي عندها مشاكل في الحمل تولد، والغريب يرجع، والعلاقات تتصلح. واو كذا لامبك شابه. هاي البنات راني شعلت لكم شمعه، ادعوا ادعوا احنا ننوها على جال ربي يا اختي. شوفي مكان اللي يجي يحوس عليك، مكان اللي يهضر معاك، مكان تشعلي النار وتخرجي، مكانش اللي يقيمك. الله 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 الله، قاعد ديك تيقة هرمين، لا ماشي تيقة. الله 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 الله، ريحتها غير ريحة الخشب. با 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 با، علم كبير، علم كبير اختي، علم كبير. عليكي يعني الكتوبة مكان أودي والله، لك يكون الأمان، الواحد يعيش متهني كيكون الأمان.
الواحد يغشي واحد الهناء. شوف قط ما فيهاش الداخل، لا احنا الجوامع ودايرينهم بالكادنات. ها على باش ما يقولوش كاش واحد متشدد جديد يحرك ولا يحرك بالصوت والصورة يا خوتي، بالصورة الصوت والصورة راكم شفتوا، تعرف كلش، تعرف تهدر اليهودية اللي إبرو هادوك اللغة تاعهم ولا اللهجة تاعهم، الزوج تاعها يهودي أصله يهودي 100%، هذه معلومة صحيحة، وبنتها ابنة يهودي أصلها يهودي وتبردع وتعرف تقاليد تاع اليهود، تشعل الشمعة وتدعي وهذه هي هضرة، والزانيات والفاسقات تاع هذوك اللي حججل تاع البلاد، ها نيم ينوضوش من الأرض يتبعوا فيها نورمال، على هذه شربوا لها الذهب وجابوا لها، فهمتون؟ راحوا كاينة اللي راح مدت لحمها قبرت كشما كوافا هاكا قريطات هذوك قلرطة هذوك بندروها وعطونها التيكي، وراح شرت لها خاتم وحده سلسله وحده ما على بيش، ودولها الذهب. يقولك صح راهي دخلت الانجليز وراهي شعلت لها السمعه، ودوك نبداو ندعيو، وراهي تقولهم ادعيو 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 لبناتها، او او المتابعين لبناتها المتابعين تاع كارولين هذيك، ادعيو ادعيو فهمتوا، ادعيو راهو راكم تزوجوك تبعوا تبعوا كارولين تزوجكم بكم، الله غير تزوجكم بكم، ما كان حتى مشكله ولا يا خطي. ان شاء الله استمتعتوا بهذه اللقيطه، هذه كارولين اللي تبروا منها ولديها، والعياذ بالله يا خوفي، ربي يبارك يستر على بناتنا ان شاء الله. السلام عليكم.